أنا اسمي أحمد عطية، مصري الجنسية. يعني بقالي حوالي بتاع 15 سنة بمارس رياضة الكونفو والكيك بوكسنج، وحالياً بالنسبة للبطولات اللي حصل عليها واخد أول جمهورية بالنسبة للكونفو بتاع 4 أو 5 مرات، أول جمهورية، تاني جمهورية بتاع مرتين، واخد أول عرب وحاصل على المركز الأول في تجارب بطولة العالم في أرمينيا. بالنسبة لأنواع التدريبات اللي أنا بحب إن أنا أتمرنها، يعني مفيش نوع محدد بالنسبة للرياضة، يعني بحاول إن أنا أمتثل لجميع أنواع التدريبات بالنسبة للرياضة، وخاصة إن الرياضة اللي هي التمارين اللي بتخدم الرياضة بتاع الكيك بوكسن أو الكونفو أو الـ MMA. بالنسبة للخصم بتاعي مش هيقدر ياخد معايا اي وقت في قلب الجولة بإذن الله، وان شاء الله هقضي عليه بسهولة جداً.